صباحكم سعيد مجددا أعزائنا المشاهدين، ودائما بالطاقة الإيجابية والانطلاقة المتجددة نبدأ صباحاتنا الطيبة عبر ربوع الوطن الحبيب ومن يشاهدنا خارج المملكة الأردنية الهاشمية. كما استعرضنا قبل قليل باستعراض الفقرات، لدينا رسالة توعوية من الجانب وبالجانب القانوني على وجه التحديد بما يتعلق بصلة الأرحام بتعديلات قانون الأحوال الشخصية مؤخرا بموضوع الاستزارة المشاهدة. هو موضوع على غاية من الأهمية، وقد يعتقد البعض أن هذا الموضوع يعتبر من التابوهات يعني للحديث سواء عبر وسائل الإعلام. رئيس جمعية أسرتي الأستاذ أحمد أبو رمان سيتحدث من خلال هذه الإضاءة الصباحية بالرسائل اللي تحدثنا عنها وبإيضاح ممكن نستثمر الدقائق المتوفرة لدينا. أستاذنا أسعد الله صباحك، كل عام أنت بألف خير. كل عام أنت بخير ويسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا. لا أريد أن أصف يعني هذا الموضوع كما تحدثنا عنه قبل قليل، لكن نتحدث على لسان حال البعض. يعتقد البعض أنه الحديث عن موضوع المشاهدة، الاحتكام إلى المحاكم الشرعية، موضوع الاستزارة، موضوع الحضانة، من المواضيع المغلقة نوعا ما وغير محبب بالحديث عنها عبر وسائل الإعلام. لكن قبل هذا كله نريد أن نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بلمحة سريعة. ابتداء انه قانون الاحوال الشخصيه كان من مواليد 1976، تعدل في اثناء الثوره التشريعيه لبعض التشريعات في الدوله، وكان على مستوى عالي من التطور والاخذ بالمذاهب الاربعه، وكان قانون رقمه 36 لعام 2010، واستحدث مواد اضافيه على القانون القديم، وكانت في ميزات كثير جوهرية على كافة الأصعدة. في مجالنا اللي رح نتحدث فيه اليوم كان مثلا المادة 77 تحدثت عن صلة الأرحام وعن وجوب عدم منع الزوج من زوجته من زيارة الأصول والفروع وأهلها وأقاربها من بالحسنى والتركيز على صلة الرحم. و77 و78 و79 هذه المواد كلها استحدثت هذه وأقرت، يعني المواد جاءت بتقرير حق للمرأة وإن كان موجود في مجتمعنا، وإن كان بعض الممارسات اللي ظهرت في السنوات الأخيرة ما قبل 2010 كانوا في بعض التعسف من الأزواج بمنع الزوجة من زيارة الأب أو الأخ أو وبالتالي جاء المشرع اللي وهذا شرعا يضيف. لا يجوز طبعا، لا يجوز طبعا. قانون الأحوال الشخصية للعموم هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين طبعا، وأخذ بالجميع المذاهب والأصلح للطفل والمرأة والصغير بسموه قانون الصغير. نعم صحيح. بما يتعلق بالحضانة والمشاهدة على وجه التحديد، إذا تحدثنا عن المرأة المنفصلة المطلقة ما بين قوسين وأبنائها، وكذلك الحال الرجل المنفصل والمطلق أيضا بالتسمية المتعارف عليه. صحيح. المادة 181 وما بعدها تحدثت عن موضوع الحضانة والاستزارة والمشاهدة، وهي مواضيع كثير مستحدثة ومتطورة. كانت فيما قبل كانت المشاهدة ساعتين في الأسبوع للأب، يحدد الوقت يوم بالأسبوع ساعة أو ساعتين أو ساعة أو ساعة ونص، فكانت وفي دور في مراكز الأمنية في دور المشاهدة في، لكن صار تطور القانون وتعدل وصبحت النصوص واضحة. حتى القاضي كان في قبل 2010 يعني مقيد بحكم القانون، لكن ما بعد 2010 أصبحت الصلاحية أوسع للقاضي في تحديد ما هو الأصلح لمصلحة الطفل والمرأة وحتى الحاضن والمحضون. هذا شيء مهم، وهذه الجزئية مهمة. كيف انعكس التعديلات القانون إيجابا حقيقة على المشاهدة والحضانة والاستزارة؟ انعكست إيجابا بشكل كبير، لأنه صار الطفل صارت في شيء اسمه الاستزارة والمشاهدة الاستحاب، لم تكن في القانون القديم سابق. يعني إيش استحاب أو استزارة؟ يعني أنه يطالب الأب مثلا أو الجد أو العمة أو بأنه يصطحب الطفل إلى منزله واستزارته. كثير في نصوص مثلا للمسافر أنه في أثناء إجازته الصيفية يطالب به أنه يشوف ابنه أو بنته أو حفيده، وبالتالي صار أيضا هنالك استحاب إلى مكان سكنه لو كان في خارج الأردن، وغير محدد بأوقات ولا حسب الاتفاق. لا محدد أو ما يحدد طبعا أول شيء يترك القاضي المجال للأطراف للاتفاق. جميل. إذا لم يتفقوا يقوم بوضع حلول وتحديد
عدة خيارات، ومن ثم يقرر القاضي ما هو أفضل المصلحة. طبعا لازم نشير هنا أن هناك مديرية اسمها مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري، وتلعب دور هام جدا في بداية إقامة الدعوة. وهنا في هذه المحطة يتم الاتفاق لقاء الأطراف مع المصلح الأسري أو المرشد الأسري، وهم فئة معينة. من بداية هذا العام والتواصل سيبقى مستمرا مع المصلح. من بداية هذا العام تم تفعيل هذا المكاتب الإصلاح في كل محكمة، وقبل الذهاب إلى القاضي أو بدء الجلسات يتم الذهاب إلى مكاتب الإصلاح، وهنا يتم الاتفاق في أغلب القضايا وخصوصا المشاهدة والاستزارة، ويتم فيها اتفاق حقيقة. هنالك دور مثمن لهذه المكاتب، وتقوم بتحديد بالاتفاق الطرفين. إذا لم يتفقوا يتم الانتقال إلى القاضي، وهنا تتم إجراءات متابعة تحديد المكان. إذا تحدثنا عن لن نتحدث عن الأمور الإجرائية على وجه التحديد، لكن إذا ذهبنا إلى الحالة العدم توافقية أو الحالة السلبية تحديدا والعودة إلى القضاء، كيف يمكن أن يحدد القاضي على سبيل المثال بالاستزارة أو بالمشاهدة؟ يتم تحديد أول شيء يتم النظر بالحد الأدنى إلى عمر الطفل. إذا كان عمره أقل من 3 سنوات إذن هو يحتاج إلى رعاية النساء أكثر من الرجال، ويكون هنالك في صعوبة من الاستزارة أو الاستحاب. لكنه يتم إذا في اتفاق، أنا صار عندي حالة في إنه في اتفاق قبل 3 سنوات وتم الاتفاق بين الطرفين والأب أخذ الطفل، وإن كانت من الصعوبة ولكن هنالك يكون إلى أخته أو والدته بتساعده في رعاية الأطفال، لأنه كنت تعرف فيه بدهم رعاية حثيثة لبعض الأمور، الأكل والشرب والغيار والآخري. لكنه ما بعد 3 سنوات يكون هناك خيارات متاحة وأكثر، ممكن في حديقة، ممكن دار رعاية الطفل، ممكن في إذا تصعبت يعني إذا كانت الحد الأدنى. لكنه أنا بنظر في تعاون أصبح وفي وعي من رجالنا وسيداتنا في الأسرة الواحدة إنه هذا حق للطفل وحق للحاضن والمحضون، وبالتالي صحيح. أصبح هنالك تعاون إنه خليه يشوف أبوه، خليه يشوف أمه، خليه يشوف جده. هنالك فائدة أيضا مادية إنه لما بيجي الأب أو الجد أو العم أو بيشوف هذا الطفل المحضون ابنهم بيصير فيه حنية أكتر، بيصير فيه هدايا أكتر، بيصير فيه ألفة أكتر. يعني الأم بعد سن معين تقوم بتأدية رسالتها مع طفلها سواء ذكر أو أنثى. بعد فترة معينة سيبلغ 15، وأيضا القانون حدد سن ال 15 وسن البلوغ هو سن اختيار الطفل المحضون لمن يعيش، لمن سيحضنه، الأب أم الأم. وهذا أمر اختياري أيضا، وهي تعتبر من أرقى المستويات التشريعية صحيح. والقوانين اللي احنا بنعتز فيها في وتجاربنا تقدمي حقيقة. طبعا قانون تقدمي، ونعتز في هذا التشريع، و يعني يتم في استفادة من بعض التشريعات العربية. هذا يحسب للمؤسسة التشريعية طبعاً حقيقة طبعاً بكافة صنوفها وتشكيلاتها صحيح. إذا عدنا على موضوع الاستزارة تحديدا وممكن الحضانة، هل خدمت التعديلات موضوع إقامة الابن أو الابنة لدى الأب أو الأم؟ طبعا خدمها بشكل كبير الإقامة، ليس فقط مشاهدة الابن أو الساعة أو ساعة. الإقامة يجب أن نفصل بين محورين، الإقامة يعني الحضانة، الإقامة المؤقتة، الإقامة المؤقتة هنا يعني إجا تشريع وحدد الإقامة، يعني القانون قال لك الحضانة والاستزارة والمشاهدة. إذا الحضانة هي للطفل أو للصغير من يقوم بإقامته، يقيم مع محضونه أو الذي يحضنه. الاستزارة والمشاهدة للشخص الذي لا يقيم معه. لا يقيم معه، نعم. هل خدمت التعديلات الطرف الآخر على سبيل المثال إذا أراد أن يقيم لديه الإبن أو الإبنة ليلة أو ليلتين؟ على صحيح، خدم بشكل كبير. ما كانش فيه أصلا ما كان إلا بالاتفاق كان بالاتفاق، وهذا شيء نادر. لكن لأنه بعد الطلاق حقيقة، خلينا نحكي مع المشاهدين وعلى المكشوف بصراحة، أنه إحنا لما بيصير في طلاق يتعسف أحد الأطراف إذا ما كانوا اثنين في استمرار العلاقة، التواصل فيما بينهم، الود على والود أو التواصل، وبالتالي يحدث هذا سلبيا، يؤثر سلبيا على مين؟ على الأبناء، على الأبناء والصغار، وبالتالي بصير بدي أشوفه، لا بديش أشوفه، بديش أخليك تشوفه، لا شوفه ساعتين بالأسبوع بكفيك، لا. وبالتالي بصير الطفل في توهان، بصير حقه مهضوم. الآن التشريعات تعدلت وأصبحت قوانين مهمة جدا، وأعطت حقوق للطفل والحاضن والمحضون، وبالتالي أصبح الصغير يستمتع
بمشاهدة والديه، والحاضن والمحضون والديه أيضا يستمتعوا ويأخذوا حقهم. أيضا هنالك تعسف من بعض اللي طالب الاستزارة أو المشاهدة، بأخذ حكم وبنفذه وما بروحش على موعد المشاهدة. أيضا عالجها القانون، فقد حقه بهذه. أيضا عالجها القانون، أول يقول لك طب الطفل اللي يطلع من بيته أو من حضانته ويروح على مكان المشاهدة وما يلاقيش طالب المشاهدة، طب ليش يجيبه، ليش يناديه؟ إذن هو صار في عندك شقين، أيضا هناك صار في نفقة على طالب المشاهدة، إنه نفقة انتقال، إنه مش مطلوب من المحضون إنه يرسل الطفل على نفقته الخاصة. على نفقته الخاصة. اثنين، صار عندك نقطة مهمة جدا، وهي انه اذا بيتأخر او بيتغيب عن حضور المشاهد لأكثر من 2 أو 3 متتاليات يقدرها القاضي، يقوم بإسقاط حقه في المشاهدة مؤقتا. والعكس اذا المحضون ما وداش الطفل المشاهدة، يسقط حقه مؤقتا في الحضانة وتنتقل إلى الدرجة التي تليها مباشرة. وتنتقل الحكم حكما وكأنه صدر بحق المحضون الجديد دون اللجوء إلى المحكمة. جميل. يعني إلا واحدة يتم انتقال إلى المحكمة، إذا تم الاتفاق أنه مكان المشاهدة أو زمان المشاهدة تعدل، صار ظرف عند المحاضن المحضون كذا، يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوة اسمها تعديل مكان وزمان المشاهدة. احنا الان ذهبنا بالامور الاجرائية على وجه التحديد وبالتفصيل. حقيقة بهذه الصباحات الطيبة وبالوقت المتاح لنا استاذنا، انا سعيد بهذه الرسائل كما تحدثنا قبل قليل. لكن لماذا يعتقد البعض بإجابة سريعة بأقل من دقيقتين انه هذه المواضيع كما تحدثنا لا يحبب ان تطرح عبر وسائل الاعلام، لا بل العكس، حقيقة بها النصيحة وبها الفائدة وبها المادة القانونية للإيضاح وللتفسير وأيضا لزيادة الوعي لمن يشاهد. في ناس يتألم حقيقة من سماع مثل هذه القصص، وهي مع حق، لكن هذا واقعنا ولا يخلو أي بيت من وجود مثل هذه الحالات، لكنه لابد أن نتطرق إلها ونتحدث بشكل صريح. وهنالك مفهوم قديم يعني تأصل عليه فكرنا وفكر أخواننا وأبائنا، إنه القانون من سنة 76 إلى 2010 ترسخت إجراءاته والناس تتبعت إجراءاته، وصار في تجربة عند أخوي عند جاري عند صديقي، فالناس ترسخت. فلما تيجي تقول له والله في قانون بحق لك الاستزارة أو بحق لك مشاهدة الحضانة، معقول لك متى مين هذا؟ ما فيش منه الحكي، نفقة 5 ليرات 10 ليرات، يعني ما في منه الحكي. تغير القانون، ادخلوا على جوجل، اقرأوا، ثقفوا، احضروا حلقات زي هيك، حاولوا تدخلوا تقرأوا القوانين وتعديلاتها حتى نصل إلى تعديل لمفهوم ورؤية وتفكير أخذنا وقت صحيح طويل. صحيح. فالناس بتتعذر أنها تسمع، لأنه مش كتير الإشي الجديد دائما مهاجم، الشيء جديد انه كيف وبدي اتاكد منه يتحقق. يعني استاذنا الفاضل اتوقع انه الان احنا كسرنا هذا الحاجز من خلال هذه الصفحات الطيبه والرسائل التوعويه والاضاحيه من خلالك لقانون الاحوال الشخصيه وتعديلاته. الوقت اعطي رساله بسيطه بثواني بثواني انا بدي احكي لاخواننا المشاهدين سواء الرجل او المراه، انه يتعاونوا مع بعض في موضوع المشاهده والاستزاره، وانه الازواج حتى بعدم مع وجود هذه القوانين والتشريعات، المفروض احنا باصولنا وعاداتنا وتقاليدنا انه نسمح ونعطي نموذج رائع لابنائنا حتى يكون قدوه لهم. اشكرك الاستاذ المحامي احمد ابو رمان رئيس جمعيه اسرتي على هذا المضمون، حقيقه بموضوع على غايه من الاهميه، واثمن حديثك واقول للمشاهد قبل ان ننتقل لهذا الفاصل وبعد ذلك نكمل فقراتنا، ان موضوع وجزئيه التعسف بما يتعلق بالمشاهده الحضانه الاستزاره يؤثر سلبا على الابناء، لانه الابناء بحاجه الى العطف والمشاعر والود. لنذهب إلى هذا الفاصل ونواصل معكم حلقتنا لليوم، فابقوا معنا.